بون سالفا توتي، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ايطاليان بروف. معاكم مينا يوسف. النهارده هنتكلم على البرونومي، برونومي ديريتي. ايه هي البرونومي ديريتي؟ البرونومي ديريتي اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت، وقلنا الفرق بين البرونومي ديريتي وانديريتي، يعني الضمائر المباشره والغير مباشره. عايزين نعرف الاول، طب ايه هم الضمائر المباشره والغير مباشره؟ زي ما احنا اتفقنا، هم ضمائر بيحلوا محل اشخاص، اشياء، حتى لو حيوانات، اي شيء، اي شيء ممكن احل محله. هو مفيش الا جماد وحيوان وانسان، بس يعني هم الثلاثه بحل محلهم كلهم بالضمائر. طب ايه هم الضمائر دول؟ خلينا كده دايما، لو انا بتكلم او حد بيتكلم عني، او انا بتكلم عن نفسي، اللي يحل ايه الضمير اللي يحله محلي انا؟ ايوه، هتبقى مي، مي. طيب تو هتبقى تي. يعني مثلا لو انا قلنا مي وتي، تمام؟ لو انا بقول لك كي، كي تي اكومبانيا، كي تي اكومبانيا. مثلا واحده صاحبتي، احنا كنا في حفله عيد ميلاد، وبقول لها مين هيوصلك؟ كي تي اكومبانيا، مين هيوصلك انت؟ زي ما قلنا اكومبانياري كي، التوصيله دي قايمه على مين او على مين؟ على طول عليها، على طول. فاقولها تي اكومباني، تي اكومبانيا، كي تي اكومبانيا. هي تقول ايه؟ مي اكومبانيا فلان، مي اكومبانيا ماريو، مي اكومبانيا ماريو. فكده لما اقول لك مين هيوصلك، هيوصلني في كذا، زي ما بقولها بالعربي بالظبط. مين هيوصلك؟ كي تي اكومبانيا. انا بقول مي اكومبانيا ماريو، يبقى كده المي دي واقعه عليا، وهو لما كان بيكلمني التي دي واقعه على الشخص اللي في وشي. يبقى ايو مي وتو تي. خليكم ركزوا معايا بقى في الحته دي عشان مهمه جدا، دي اللي فيها اللخبطه كلها. عندي لوي ولاي. اللوي واللاي كهو او هي، بس برضو مع هو او هي، هو هي اي شخص او اي شيء جماد مذكر سينجولاري، كويندي لوي ترسا بيرسونا سينجولاري، او qualsiasi cosa maschile singolare. qualsiasi cosa maschile singolare اللي هو بياخد لو، ال او. مثلا leggi il giornale، بتقرا الجورنان. الجورنان ده ايه؟ il giornale maschile singolare. لو انا اقول لك ايوه بقراه، يقول لك بتقرا الجورنان؟ ايوه بقراه. يقول لك سي لو leggo، leggo dal verbo، لو دي هتبقى il giornale نفسه، legge il giornale سي لو leggo. طب حلو. طيب لي، لي هي ترسا بيرسونا سينجولاري فيمينيلة، حضر هي، هي او اي شيء سينجولاري فيمينيلي، اي شيء بيبقى سينجولاري فيمينيلي بتاخد برضو نفس الضمير اللي هو لا، ال اه. خلي بالك ال مش مايوسكولا، ال مينوسكولا، ال سمول مش كابيتال، هتبقى لا. يبقى كده قلت لوي بياخد لو، ولاي بتاخد لا. طيب فيها بعد كده لي حضرتك، اللي هي الفورماله، هتاخد ايه؟ هتاخد برضو لا، بس لا بالال مايوسكولا، ال كابيتال، تمام؟ يبقى كده قلت ايو بتاخد مي، تو بتاخد تي، لوي بتاخد لو، ومع لوي كل حاجه جماد مذكر او مفرد مذكر. بعد كده لاي بتاخد لا، وبعد معاها برضو كل شيء بيبقى فيمينيلي سينجولاري مفرد مؤنث. وحضرتك اللي هو الفورمالي بتاخد برضو ال كابيتال، لا مع اي شخص فورمالي، تمام؟ حلو كده. نروح بعد كده للجزء البلورالي، الجمع. هنبقى اول حاجه نوي، نوي احنا، هتبقى تشي، تشي. فوي انتم، هتبقى في، في.
لورو، خلي بالك هنا دلوقتي زي ما اتفقنا اللي فيه لاي، اللي فيه لاي ولوي، هيبقى فيه لورو برضو، بس لورو ماسكيلة ولورو فيمينيلة، واللورو دي جمع، فبالتالي الجمع الماسكيلة الجمع المذكر تاخد لي، ال اي لي. يعني مثلا مانجي لي سباجيتي، مانجي لي سباجيتي، بتاكل لي سباجيتي، سباجيتي اللي هي المكرونه الطويله، مانجي لي سباجيتي، هي لي سباجيتي دي ايه؟ ماسكيله بلوراله، انت تقول لهم ايوه باكلها او ايوه باكلهم، عشان هو لي سباجيتي دي جمع، هيقول لك سي لي مانجو، سي لي مانجو، تمام؟ مانجي لي سباجيتي، سي لي مانجو، او لو ما باكلهاش نو نون نو نون لي مانجو، نو نون لي مانجو. حلو. طب فيمينيله بلوراله هتاخد لي لي لي. مثلا اقول لك كونوشي كويلي راجاتسي، كونوشي كويلي راجاتسي، كونوشي فيربو كونوشري، تعرف، كويلي راجاتسي، كويلي ده الإشارة للبعيد، تلك الفتيات أو تلك البنات، راجاتسي لو أنت بتعرفهم تقول لك سي لي كونوسكو، سي لي كونوسكو، أيوة عارفهم، كويلي راجاتسي هتبقى لي في الضمير، سي لي كونوسكو. طب لو أنا معرفهمش نو نون لي كونوسكو، نو نون لي كونوسكو. وممكن نعمل برضو مع لا، لا ما عملناش اكزامبيو، لا مثلا يقول لك فوي لا ميلا، فوي لا ميلا، عايز التفاحه، فوي لا ميلا، تريد التفاحه، يقول لك سي لا فوليو، سي لا فوليو، ايوه عايزها، لا فوليو، سي لا فوليو. تشي او في استخدامهم، ما واحد يقول لي طب تشي وفي بستخدمهم ازاي؟ تشي وفي نفس استخدام تي ومي. لما انا زي ما قلت لك كي تي اكومبانيا، مين هيوصلك او مين هيصطحبك، انت ترد تقول مي اكومبانيا كذا. طب لو انا عايز اقول لاصحابي انا مستنيكم هنا، انا هستناكم انتم هنا، هستنى مين؟ انتم، الانتظار قايم عليكم، منتظر انتم، فاقول لك يو في aspetto qui، io vi aspetto qui، انا انتظركم هنا، io vi aspetto qui، تمام. وبرضو تشي نفس الكلام، تشي عامة في البريزنت، في البريزنت، خلينا في البريزنت الاول، البرونومي بتلاقيها قبل الفيربو، زي ما انت شفت ti aspetto، ci accompagna، lo guardo، lo leggo، la voglio، هتلاقي دايما البرونومي دايما قبل الفيرب. طيب لو انا بقول انا هصطحب ماريا للبيت، انا هصطحبها يعني انا هوصلها، المفروض ماريا لي، لي بتاخد ايه؟ برافيسيمو، بتاخد لا، فانا اقول لا اكومبانيو. احنا متعودين اللي في الايطاليه ما ينفعش ان دو فوكالي بيجوا ورا بعض، وده طبعا في السنجولاري بس، فانا بقول ال ابوستروف اكومبانيو، لا اكومبانيو، لا اكومبانيو يو، لا اكومبانيو يو اكازا، لا اكومبانيو يو اكازا، هصطحبها انا البيت. دي حاجه طبعا، دي مع لا او لو، لو الفيرب أوله فوكالي لازم أشيل الحرف الأولاني. طيب في البلورالي بحصل كده؟ لا، بلورالي بشيلها بسيبها زي ما هي، أقول لك هوصلهم البيت لي أكومبانيو، أو هوصل البنات البيت لي أكومبانيو، ما بشيلش اللترا فوكالي عشان ده جمع، أكننا بالظبط زي ما كنا بنعمل في الأرتيكولو. طيب إمتى ممكن احط البرونومي ديريتو بعد الفيرب مع الفيرب مودالي؟ ايه هما الفيرب مودالي؟
الفيرب المودالي هم افعال وصف الحاله. ايه هم اسعار افعال وصف الحاله؟ اللي هو فوليري، بوتيري، ودوفيري. احنا اتفقنا اللي بعد الثلاث فيربات دول بيجي دايما الفعل في المصدر، يعني فوليو مانجاري عايز اكل، ديفو لافوراري لازم اشتغل، او بوسو جوكاري استطيع اللعب. كل الحاجات دي بيجي بعدها دايما فيرب في المصدر. في الحالة دي ممكن احط البرونومي ديريتو قبل الفعل المضارع او في اخر الفعل اللي في المصدر. يعني مثلا حد يقول لك فوي مانجاري لا ميلا، فوي مانجاري لا ميلا، عايز تاكل الميلا، يقول لك سي لا فوليو مانجاري، سي لا فوليو مانجاري. انا حطيت البرونومي قبل الفيرب عادي. طب لو عايز احط الفيرب البرونومي دي في اخر الفيرب، يقول لك سي فوليو مانجار لا، بشيل الايه الاخيره وبحط البرونومي سي فوليو مانجار لا. ده بيحصل معايا في كل الفيربات المضارعه. احنا كده عشان ما اطولش عليكم خلصت الحلقه دي. المره الجايه هنشوف الحاله بتاعه الباساتو بروسيمو في البرونومي ديريتي. نصيحه، عشان تقدر تفهم البرونومي ديريتي لازم تشتغل كتير، لازم تعمل ايزرشيتس كتير. هحط لك لينك بالايزرشيتس، خش ابتدي حل، ده مهم جدا، هيساعدك جامد جدا انك تبتدي تنمي حتة البرونومي، عشان هي سهلة جدا بس محتاجة شغل شوية. واي اسئلة او اي حاجة اكتبونا وهنرد عليكم. سيفي بياتشوتو الفيديو لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو عشان كل الناس تستفيد. ringrazio ancora che ci seguite. Alla prossima volta, arrivederci. Ciao a tutti. Benvenuti a tutti.